ليش لو أني طلبت منك تعطيني الوصفات هي كنتي رح تعطيني إياهم؟ ما هيك شارما؟ أنتي من زمان ضربتيني كف، بتتذكري؟ وتركتي المسابقة كمان، تذكري منيح. اسمعني بس، أنا رح انسحب من المسابقة تبعكم. حتى أكون صريح معك، أنا ما كنت مهتم فيكي بالمرة. ولا حتى بالوصفات اللي قدمتيها. بس كنت مجبور إني خليكي. المستثمرين كانوا كتير عنيدين، هنن اللي أصروا اترك مهيك بالبرنامج. إذا بدك نكمل سيد شوريا فورا لازم تروح وتعتذر من مهيك شارما، وإلا كل شي بينتهي. لهذا السبب أنا قررت أني أعتذر منك وقدام كل العالم، وكسبت ثقتك فيني. أنا بعتذر منك من كل قلبي على أخطائي، بترجاكي أنك تسامحيني، بترجاكي تسامحيني. أنا فكرت أني بهالحركة رح أكسب ثقتك مباشرة، ورح يكون فيني أعرض عليكي شغلي. بس انضميتي لشركة كي دي قبل ما أعمل أي شيء. بس أنا كنت مستعدة أني أرفض العرض تبع كي دي وأجي أشتغل بمطعمك أنت. بعرف هالشي، بس بعدين فكرت أني أعمل خطة تانية، إنك تشتغلي لصالح كيدي. هاي من جهة، ومن جهة تانية انتقلت على بيتكم وحاولت أحصل على كتاب الوصفات. حتى كل الأطباق يلي عملتهم مهيك بالمسابقة كمان مكتوبين فيه. أعطيني. شوفي ابني. ولا شيء خالتي. ليش فتت على غرفتي؟ انت شو عم تخبي وراك؟ ولا شيء. شو بخبي؟ ورجيني. وبطريقة تانية قدرت أعرف آخر تحديثات مطعم كي دي اللي بتهمني من خلالك أنتي. تذكري مهيك، أنتي بالمستشفى استخدمتي تليفوني الخاص. أنا كان لازم جهز المسودة لقائمة الأكل وأبعتها. الإنترنت مو شغال على موبايلي. خدي موبايلي. لا تخافي، ما رح أسرع. فيكي تحذفي القائمة بعد ما تبعتيها، ماشي؟ وبعدين أنتي استخدمتي الحاسوب تبعي. أنا ماني ناسانة، لسه بدي ساوي كم شغلة. إيه مو مشكلة، خدي راحتك، أنا رح أقعد وأتفرج عليك. وهيك المعلومات الخاصة بمطعم كي دي صارت كلياتا عندي. ونتيجة هاي الخطط ووصفاتك الفريدة من نوعها، أنا قدرت أفتح مطعمي قبل كي دي. في مثل بيقولوه مناسب كتير لهالحالة هي، بحجر واحد ضربت عصفورين. أوه يا غشاش،
أنت خططت وعملت كل هاي المسرحية ودمرت حياة بنتنا بكل بساطة بس مشان مصالحك. لا، أنا ما عملت هذا الشيء، وأنت لازم تعرف لو أني تزوجتها كانت رح تتدمر. وبالعكس أنت لازم تكون مبسوط، لأنه هي عطتني كتاب الوصفات بوقت مناسب وقبل ما نتزوج. نحن رح نروح على فندق تاني، عادي أني أترك أغراضي بغرفتك بعد إذنك؟ إيه إيه أكيد. هذا كتاب وصفات أمي، من هون لحتى نتزوج بتمنى أنك تحافظ عليه كتير منيح. وأنا سافرت قبل ما يتم عرسنا بأول طيارة. وجبت براءة اختراع بهي الوصفات، بقصد بهالحكي انهم صاروا باسمي هلا. شو انت؟ ما هيك شارما؟ ما هيك شارما؟ لما كنتي متحمسة لعمل كل التحضيرات الخاصة بعرسك الضخم، أنا كنت عم خطط إني أفتح مطعمي الخاص. شوفي مهيك، انت هلأ لا تاخدي كلامي انه موضوع شخصي بترجاكي، لانه انت انسان منيحة بالاضافة لانك افضل طباخة عرفتها وبعرف قديش موهوبة. على فكرة الى مستقبل مشرق صدقوني، بس انا ما بدي اياكم تحملوا بقلوبكم الكبيرة مشاعر كره ضدي. شوفوا، أنا رجل أعمال وعملت كل اللي عملته بمقدرة ومهارة رجال الأعمال، بس بحب لكم بما أني رجل أعمال جيد مستعد أدفع مبلغ كتير مرتب من شان وصفاتكم هي. تفضلي، هذا شيك قيمته 5 ملايين. لو قضيتوا كل حياتكن عم تطبخوا وتبيعوا أطباقكن الغريبة، مستحيل إنكن تقدروا تكسبوا هذا المبلغ. اعتبرناك واحد من أولادنا، بس أنت شو عملت؟ ضحكت علينا وخنتنا، ليش؟ بس حتى تكسب المال والشهرة؟ إذا كانوا كل الناس الأغنياء سيئين مثلك يا شوريا كنا، بفضل ما أعرف حدا منهم.
أنا مبسوطة، مبسوطة كتير إنه بنتي ما تورطت مع واحد مثلك. يلا مهيك، يلا بنتي. شوريا، بس مرة لو سألتني عن كتابي، بس مرة أستاذ؟ أستاذ هي هون. مين هي؟ شو ما ألا اسم يعني؟ خطيبتك. هاي عادتك إنه تقتحمي بيوت العالم يا أنسة مهيك شارما، بس لازم يكون عندك شوية خجل برأيي. مع أني أهنتك أنت رجعتي على بيتي، خلي عندك شوية كرامة بس على القليلة. لوين أخدتيني؟ مشان نحكي. شوفي، لازم نحكي. اسمعيني مهيك، أنا ما بدي أحكي بأي موضوع معك، ولو سمحتي روحي من هون، عيشي حياتك، روحي لاقي لك شي حدا يكون من مستواكي. لا تضيعي لي وقتي، ماني فاضيلك. شوريا، أنت ما كنت جدي معي لما ساعدتني وقلت لي إنك بتحبني؟ قلي ليكي مهيك، أنا حكيت كل شي عندي وانتهينا اليوم، لهيك ما في داعي للحكي بنفس الموضوع لأنه بالنسبة إلي انتهى. الكرامة والغرور كلهم ما بيهموا أبداً قدام الحب يا شوريا. ماني قدرانة أصدق إنك ساويت اللي ساويته بسبب دافع أناني وكرمال كتاب بس، وإنك كنت عم تدعي إنك منيح مع عائلتي ومعي. ماني قدرانة أصدق هذا الشيء. لا لا، مبلا مهيك، مو أنا رجل أعمال؟ هيك بيشتغل رجل الأعمال. أنا عملت كل اللي عملته معك ومع كل أهلك بس منشان ينجح شغلي مو أكتر، انتهى الموضوع. أنقذت حياة نهال وفضحت آجيلة تنقذ عائلتي من الزل مشان شغلك كمان. خليت خالتي كانت تصير بمثابة أمك، واعتبرت عمي مثل عمك تماماً وبنفس مكانته، وكمان اعتبرت موهيد مثل أخوك تماماً بس مشان شغلك. إيه بس منشان شغلي اضطريت أدعي إني قريب منه، أما أنا ما حبيته ولا حتى حبيتك أنت. طبعاً كل ما تحاولي تقبلي هذا الشيء بسرعة أكبر كل ما رح يكون هذا الشيء أحسن بالنسبة إليك، فهمتيني هلأ؟ أنت أنقذت موهيت من الحريق وأنقذتني كمان،
جاوبني كل هاد مشان شغلك. تماما. والكلب بندورة مشان شغلك؟ ايه طبعا. انت قضيت معي وقت كتير طويل ووعدتني بكتير شغلات وقلت لي بحبك مشان شغلك؟ ايه مهيك، منشان الشغل وبس. وخطبتني وخليت مكان مكان الحفلة مثل الخيال، كل هاد مشان شغلك؟ وعدتني انك رح تخليني مبسوطة كل حياتي اجيت وقعدت ببيتي مشان شغلك؟ ايه انا ساويت كل شي منشان شغلي وبس. حلو، انت اظهرت انك فعلا رجل اعمال حقيقي يا شوريا كنا. ايه صحيح، رجل اعمال ناجح. تعرفي ليش؟ لانه ما حبيتك ابدا مهيك شارما. انا مو مهتم فيكي نهائيا، ولا يوم مر حبيتك فيه. لهيك روحي على مصح الأمراض العقلية وتعالجي هنيك، والمصاريف كلياتها على حسابي أنا بدفعها. بس بطلي لي هالحكي الفاضي عن الحب، لأني ما حبيتك ولا حتى رح فكر بهالشي. أنا ما حبيتك ولا رح حبك، لا مبارح ولا بكرة. عم تفهمي علي مهيك شارما؟ أنا ما بحبك. شوريا طلع منيح بعيوني وقلي هلأ إنك ما بتحبني، قول إنك بعمرك ما حبيتني. كون شجاع وقول إنك عمرك ما حبيتني. مهيك شارما، ايه انا بعمري ما حبيتك. شوريا مو انت اللي قلت لي انه العيون بحياتها ما بتكذب؟ فكر مرتين قبل ما تحكي شي مانك مقتنع توقف.
أنا أكيد عم توجع كتير، بس ما فقدت الأمل. يلا عن إذنك. أيوة كادي معك. أنا عانيت كتير بسببك أنت وبسبب خطيبتك، وهلأ مهك رح تدفع الثمن غالي كتير. شوف الأخبار بعد كم دقيقة. سامع هيك شعر ما انت معتقله. كيدي رفع دعوى عليكي لانك خرقتي العقد وسربتي كل المعلومات السريه الخاصه بمجال المطعم تبعه. لهيك هلا تفضلي معنا. لمشاهده المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكونوا اول من يشاهدها.